مد بوحة ليني مركو هردد إسكار الهبينكي أم بوحدي جري أنا منك مكة عيو سامر أنا أم بلا مركي دمبليني ورنيه أنا أم بعدها واقص ذا مركاس أقول إلهي بالحال من سائلي نو أنا قال الله يقول مركة مرة وانك إلى مكة عكربو لكن بالآن أم باسكو أنا يا أنا أم بلا مركة إلهي هذا سند بوي إلهي واقص ذا نن أرما وحولي إلهي يو إلهي ببري أرمضه سيدا مساريد وكلوا يا ربي بإله كبر يا وحولي يا ربي مكانك سجل سجل تما سجل سجل تما سكنني والبرود باني إله يبرد مجا عيال كاو وسجل يا سجاشا سجل يا سجاشا كي بعه وحلاك هو يديسته هرت اسمه نقانا ميا يدي دواس نقانا صانع قانا ما هو ملا يمكودي ذي يا إله يكودي ذي ماي نن مساريها ملتزم وكودي ملتزم هذا بابا ملتزم صلى الله عليه وسلم حتى الله نبي عمله مركو كل دين بوحي لله يقول يا ربي أنا عارف وأنت عارف أنا عارف وأنت عارف ومش داعي كلام كثير إله يقول نبكى نبكى يا هيستا أنا وأنقرنا يا أبونا وأنقرنا يا هذا البدن ما أنت الله نبضى حقيقي سوي إله يقصير ما هي يا محيا مركة خاركون يعني إله بعض اللوية الحاحية وفكوين إله يا دور النغضة درجة كسر رئيسة إله وبحل لها مجرد سبحانه وتعالى تي درجة كسر رئيس يجير له ذنبي هذا الله سين له نبي النبضه درجة أدون النبضه كسر رئيس الله ودرجة أي أدون النبضه وذا توي ولذلك نبي قلنا محمد عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله يا جمع الأمة على شيئين وما دلّه النبي يسوعك هذا كلنا إلا بكم مذوبان أصغر الله بضع صفائي لها كان عبدا لله وكان داعيا إلى الله أدون إلهي نبوها النبي عليه الصلاة والسلام داعي إلى الله النبي قوها وما دلّه الله بضع صفه سيد اللوجه لها أولا وقبل كل شيء أي النبي وكد ذاله عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله وأن يدعو الناس إلى الله والله بس فو عجيب وي إن ددك إلهي عابدان عبادة ذانا ددك يا أبو باقان صومك هو من العبادة زكاة هو من العبادة حجك هو من العبادة بر الوالدين عبادة كم تهي كسبك حراشه عبادة وكم ديها ولذلك العقها بركض العقت باكستان بوحاكو أركي وحاكو قرن حصول رزق حلال عبادة هي كسب حلالها أما العق حلالها أوضح شو حكمتها من العبادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وكم ديها عقيدة ذو ناس العبادة كما تدين تبوا عبادة وي علم قال برتوا عبادة عمل خلق سوى عبادة ضد كل الله يا لو عبادة وي ترك عنوانك أخونا نور طويل والنور شاري وعنوان هذا بالله نوي أنا وقفت إله يا دون إله يا نور نبي محمد جل عليه الصلاة والسلام تعس عبد دينار ودرهم تعس عبد القطيفة والقميصة تعس وانعكس وفي رواية وإذا شيك فلن تقش تعس وحهوه قفك إله يدوم النقوة عبد الدينار النقضة كاسا هوليما النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار ودرع عبد الدينار ذهبك دينارك ذهبك على قسم أيام درهم كان في الضبط اللي قسم أيام مركا اللي بضع ونقدينك العكتة أساسها قفك الضوء من النقضاء يا هلاك سمي با نبي عليه الصلاة والسلام تحس وانعكس انتو هوغي أيو الدبق الدموت ملك وكل عيب النبي عليه الصلاة والسلام تحس عبد القميصة حيالها يركا الدوية ذي مطاع ذي قطيفة ذي وحاوية يريركا قفك الضوء من النقضاء وفقا سهوبه النبي عليه الصلاه والسلام واذا شيك فلن تقش
معنى الحديث حديث قدح مدنا الله كما سهرنا النبي عليه السلام كما بحلم بابا حمار حديث قدح مدنا كما بحلم قدح يعني قف أحوالك ما حد يريبها هذا الله يدون أنه قوة يدون نرش يكون معانا الميش معانك نرش هو محي أن تكون عبدا لله إن الله يدون أنه قطين معانك وقدرته مركو النبي يقول الله أرحنا بها يا بلال بلال وصلاة أنه أقول راح يوام محي وأدون نبوي حلاوة الإيمان قفك قلبك هذا هو قشو أدون نبوي بعضنا نبوي على نهيس عبادتي بعضنا نبوي على نهيس وجعل القرة عيني في السلام النبي عليه الصلاة والسلام حببت من دياكم ثلاثة الدنيا ذينا سدح ما لقيت جعلي سيئ الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في السلام الدنيا ذينا سدح ما لقيت جعلي سيئ النبي ولدي الطيب وحا عرف ايا وقف مر والبين وعرف كد ذالون نظافته كد ذالون لقيت قامنا هيا والنساء دمرك وحال دمرك جعلك النبي وجعل الشهوانيين ما نهي لكن صفات إليهم بالنبي وكو جعلا وحيله صفة التواضع إنه هو سلغا صفة التناسب إنه قفك وقرقارا صفة العطوفة أمومة هو النمو إيه الرحمة إيه الحريص إنه مر وحيكو دلال قفك الدمر كاها أما هو إنه تماعي راته هو يذي وليب أمرك يتهد أنا أيضنا نفت إذا الدالي صدتها كلمة الراحي سوصيد أما المهي إذا الراحي إنت إلا يد الراحي سنين ودك يدعو الراحين انت لغيب ان الراحي سنن ولكن يدعو الراحين ويوحي دوني سين انت لغيب ان الراحي سنن انت الى ايضا نسنن دادك ونم بيدوني سين وضع نسو انا وضع نسيسو دادك خير كلاج عشاء مركا سيدة اسباني الوحولة هاي انت لغيت تقيني يعني ان ما هم تانا تفقوصوا معده سفادة اليهم بالنبي وكوش على عليه الصلاة والسلام ساسا علماء وحيدة هاي هذا الرجل عباد الله إله هو استعان ودينته يعني دلال كده هو استعان بعض الكلام نحن ككل شبينا يا ورجل لكن دمركو هذا الدم إله النغلان وإله السنة بيع عملان ودلال كدين توقع بعض الحديده مصيبة يا ساس النبي وحوله عليه السلام حببت من دياكم ثلاثة الطيب والنساء لكن النبي محيي وجعل قرة عيني في السلام وحقوه لقبو السلام وكدوك سلام النبي يقول عليه السلام جعل قرة عيني في السلام صلاة الأحياء أرحنا بها يا بلال أرحنا عنها ما يجب نبع لنا هي يا إمام إمامك صلاة النوغر راحي أيضا قامل إياه ركوع قامل إياه سجود قامل إياه وحما نقص وكوب نبي يقول لي جري أرحنا بها يا بلال بلال النوغر راحي وحد كدر إيمي سنبي يقول مركة خارفة السنة أنت وقالوا أي سورة البقرة حديث في صحيح حسنة كسورة سورة البقرة أيها أقرية سحيبة كدبة تكنها يا عبد الله بن مسعود ميوها مسعذيفة سحيبة كدبة تكنها يا مركاسة أوحي إله وحانها وحمانها حمان بنها لي وحان السجوب لسورة البقرة الأمانة يا حدنا سورة النساء بالله حدنا آل عمران والنبي بالله وحقيقة نقول حدنا سحيبة ركوع لنا أنتو تاقنا إما وحول إما إياها وإن مسجس هذا السجود أنت في بحر حب الله بد جعلك بد إلى أيام النبي لحد بارنا يا سموه قبل النبي عليه الصلاة والسلام محد هم ذي بل سحابي وحد وأنا بدنا سكجفر فرق وصو مركا عن فريستو لوه بعد ذلك كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه نبي حبيب كيف يستعجل جرى إلا قوم ذي شيء كبل دلاعة عاصم يها نكي وحو جهاد هل بن دينات مقصة النغضي مركز يقول يسيبه سواء قلع إن بضن أسواء المغنى لبرك عوض بقلع فلم يستفق ساسو لغا يسيره ساسو لغا يسيره مؤونا سواء برارق إلا بأذان الفجر قبل نينا وسوء يسا قولي يبا يسير ديارسي ايه وحسير ديار قوش يبا يسير ديارسي وحويه يعني قف دمر ان بدل لغا مغنى ودريميسا ونكيدي ويمد وحولي فلم استغفر الى اذانك الفجر كانت الفجر كيف وصل لقاقيه ورمي ان الحق هو لها حتى خصوصا لها في بحر حب الله ما قال بد اله جعلك يد من احد بالنا مرق قف قدون هذول مقبره لي هذول مد عالم ما
واجهر قبلها ولا كلا يعني حل جيها ولا أسلافتي مرك الجهال لقالوا ضد أسرة بلا سواق فارن جري أدوني مرك ضد كان نقول جري أدوني ماذا واحد ضد بدن بروح ماذا أدوني ماذا ما أقف فينا دين تو أدون سنة سماها بل أدوني ماذا وحاب بدن أجر كل جري ضد كم مؤمنين ما دام أجر كأوتر تم اللي يلي إنه أوتر تمام عمل لقبت محاو خير بدن نفل حرية بالورا قفكي دم بيقول كل حي إيه واحد دليل عتق الرقبة ربنا هي رقبة قارح حرة وحي كم توحي لك فاربتك مركو دي ولا سكن بحية وحي عتق الرقبة ربنا كل دريا قفكي بشر ما لا غير كيس كل عام أسألو عندها عتق الرقبة ربنا هي ظهر قفكي سمايا إيه إسلام تسي أنت على أنت على ظهر أمي لها هو يدي وكلا ديتها عتق الرقبة ربنا هي قارح حرة ربنا هي marka ajirka ku jira yaacna si loo badiyo oo dadka loo xoreeyo oo kana ajir badan oo hala kana ajir badan oo hala way doonimada si kala u qaadan markaas gabadh baa nin baa soo yeesay gurigiisii buu kaysaday oo u xidmaysay markii xidmada uu dhameeyay waxa uu tiri mi wax xidmadii ugu ka hadlo وأخذ ماها وأخذ ماية ولقي ماية وكاها بالمركز والماية مركز إله في بحر يحب الله هذا الشيء وحيد الله هذا صلاة إني تكت صلاة تكت صلاة تكت صلاة تكت ثلث الليل هذيك مرك إلا قاري صدح ميلاد مال أي تكتب وحي تبي كعي كعي ما يبغى تورد كع إلا 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 جيفا ما مركز وردد يسقس هنا ثلثين لا بها بينك مركز لما طيب عند سحر هي مرة ما تقصها أنه قطعين وكل خيرين هايسا وحول أريد وردد السيجة علبة يعني قبل ناس احتراما احتراما هي أيان حمد الله يقول لي حدرت السيجة تكوى سواكع وسواكع عبر المركز وحان أنه صلاة دي كتيرة هي وحان مغلق ولا يضال في سجودها اللهم بحبك لي فاغفر لي إلهي وجعيل كادي جعشها درتي إله يقول دم الله وأن يابيبه هطيع أولاً لها إله يو جعيلك وجعلها درتي يقول دم الله صوح لك لك رما لكن إله جعيلك وأن يجعيشها يقول دم الله محاكو بيسيب على ربيب إنه إله يكو جعلية مركاسة واحد يتبه هذا المعنى إيسو يهي إلهي إيمون وقرادين عاو لنساق إنا نهرتها إن هذا هدونا إجعلين وأنا ما أنت وأمثالك أذن يوحى كل متك أنا النور الزيحي البيتي كان عبدا لله وحول ضد نن يعني صالحين تكملها بانن علمات واوين كملها يوخد من شري وحول صد سنة أي أن يوخد منها يبو الشيخة هبيننا فراش أمان لقين ما لنا حمت أمان لقين محاكا لقيت أمركا هبين كينا سلام بكو جمالتين وسمعه وصد سنة وصد سنة مركا إنه قفك أضوان نقض ولا لين ليس درجة أعلى من درجة العبودية إنه قفك إلهي أضوان النقض درجة كسر ريسو إلهي وبحلها مجلس سبحانه وتعالى سيدا درت ذو حالي إذا كانت العبدية أضوان نبضة هذه كلها حيث الله مخلوق وذن ويذن وعيوي مخلوق هو الدونوب دينته وحر وكحرين نساء غير الله يمن بدينته كحرين نساء لا إله إلا الله ومحي لا معبود بحق إلا الله من حق الوعب ذا مجران إله سبحانه وتعالى متك حق الوعب ذا واهي والله المعظم هو الله متك اللوينية والله المحبوب هو الله متك الجعلان والله يعني كل الرجين والله سبحانه وتعالى صدرت البوحة للي إله هو معنى يسوع يعني أله إله ووحى ألوها أله عرفت وحى إله ألوهية آله وما ألوه مرك إله محال نابل وحى نحن على لغهر الخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والثقة والمحبة فإذا اجتمعت هذه المعاني للقلب لله عز وجل هذا الشخص بصدق يكون الله بصدق يقول لا إله إلا الله ويكون عبدا لله وحلا خضوع أما لوينيو
أما لقى عبسلو أما للرجيو أما لوكل صونالو أما لجعل هذا إله لها. لذا وحيدين المحدثين تمعنا من ربك ومرك الأولاه ربي قال واكه وحكاً لك أنت كنت تخضع لمن يد خضوع جرتي تعلم من يد وينين جرتي ترجو من يد رجين جرتي تثق من يد كوكل صوني تحب من يد جعل يد بالورمية. الله مرك الإله وان محي وأدوان نمع نوقفه أليها طفل عرب طوحي تراها المهيبة هو يدي أبعنا عليك المهو واضح ركتينو أليها وان محي إله محلو قبعي إله يعني المهو مركو قاجد درين هو يؤران هيا هدو أون درين هو يؤران هيا هدو لحن درين هو يؤران هيا هدو عكسي درين هو يؤران هيا هدو وحلا وحو درين مو نمبا محو أران هيا هو يؤران هيا أدقان محال لغير ربا نبكستو درين توا الله إنا مهران لغير ربا أليا إنا الحق إلهي وعلى عشو والحق إلهي وعمته وإلهي عسكته وإلهي أتكو ترسته إله سبحانه وتعالى صدرت ولا ليال لكن أدون نمو دمرك أدي إله يخل حي سواء ناغي عبد الله نبي حديث بوحى خير الأسماء مقعل لب حلو نبي لوحى وخير بدن عبد الله وعبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن بقى وخير بدن محيل عبد الله وان محيل وحل قيمة المضاف قيمة المضاف إليه قيمة المضاف إليه المضاف إليه ولا يشاء أدون يا ذطر الله تعيس عبد الدينار هذا ما عبد الدينار هنا نقطة يا عبد الله هنا نقطة درجة داول حيس درجة وين باول حيس ولذلك السيرة درت أبا وحدر في سماء لف ربنا لفذي عبد يا إله أنبياء رسول كوه ماني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله واذكر عبادنا إبراهيم واذكر عبدنا أيوب لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذيرا دنا فتدلى فكان قام قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إنه كان عبدا شكورا كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين وهو الذي ينزل على عبده آيات ألف الله محاك كاف هايا عين ساك ذكر رحمة ربك عبده زكريا ولو فرس عبده زكريا ما إله إله مرق غف قولوا إلهي أدون أنه غضو درجة كسر رئيس المجر تو إلهي وأدون كسي سبحانه وتعالى دي أدون ما إلهي إنه نغضي يوم ديار أدون إله ونبه هو أدون نمو دوا سدح لقيس أفر نوعي تدك أفر نوعي نقر هي عابد مستعين غير عابد وغير مستعين مستعين غير عابد عابد غير مستعين بحالك كوبضا هو عابد مستعين أبوي ومتك لقاته أبوي عابد مستعين النقط آدم في رسالة هذا الكاس عابد مستعين أبوان محي إياك نعبد مروا المحلل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وعابد نواطها إلهي نواطها لسهر النساء ودرجة أبوصر يسوي والنبي عليه الصلاة والسلام قل عبد الله إلهي وعابد كأنك تراه سيدي أبي وأرك وكر وأين تراه الله نابري الله سامعي الله شاهدي الله مطلعي إلهي باي أركي إلهي باي مغلي إلهي باي قبجي وهيقاها إلهي باي طالع عنها ياكو طالع عنها الله ماكو طالع عنها سبحانه وتعالى مركب غفوان محي وعابد إلهينا وعابد يا إلهينا وتلسى رميا عابد مستعين ويغفق سيا وكل دونه مر هذا إياك أن نعبد إله هذا كوع عبد إياه أدون نمد الصلاة هذا كوع عبد إياه زكاة هذا كوع عبد إياه حج هذا كوع عبد إياه بر الوالدين هذا كوع عبد إياه تربية الأولاد هذا كوع عبد إياه مساجد ولا اعتكاف هذا كوع عبد إياه مساجد ولا نساء هذا كوع عبد إياه مدارس ولا عبد لا 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 نساء هذا كوع عبد إياه أيتان تا أقون تلون حارس هذا كوع عبد إياه قرب تلون حارس هذا كوع عبد إياه حسن الجوار هذا كوع عبد إياه جميع الدين تود العقيدة وناسنا هذا كوع عبد إياه معاملة هذا كوع عبد إياه كورها اللي قلها إياه معاشرات كي هذا كوع عبد إياه أخلاق ذي الله هذا كي كوع عبد إياه إياك نعبد ما دام أن عبادة الله منا وإياك نستعين إله كالمن هذا كهربا معنى هو سداوي لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أرى أود ملك ما دام أنا كوع عبد إياه وحلا وحنا باهنا هيا
maydaha ama hadaan irsaaqo tahay marti baan kuugu ahay, hadday aamini tahay adaan marti kuugu ahay, hadday caruurta wanaagsan tahay adaan marti kuugu ahay, hadday ooriyo wanaagsan tahay adaan marti kuugu ahay, qasab xalaala hadday tahay adigaan marti kuugu ahay, maadaama cibaado dhaba aan la imin isticmaalin ayaa laga raba. علي العبادة وعليك العون. أنا جن عبادة إسارة. أنا جن إله معك إسارة. إله حب واجبكم لكن قفت إله عبده وإله بواجهني وإله أكرمني. استعينوا بالصبر والصلاة. صبر كي سلامة. حملوا حوائجكم بالصلاة نقول ونباتنا إذن هي ستة. صلاة اسمها حمدار. إياك نعبدك حمدار. وجدد إله الكسيوي. أدون نبدأ مركا الله تمام دو أدون نبدأ إله وحول بره أسكرة ربطه استعانة كالمة يا كولا ديار والله هو يهيلا بإله ما كولا بربستاي أدون نبه هدان نخطوه أدون نبه هدان نخطوه إله ما كولا بربستاي سبحانه وتعالى السحابة سحابة زيد بن أسبق لنها هي أيا قروا يسيبوا حبك هواي مسألتك سؤال لما كان عدد بتكلم دعاء نو أغرق يا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا سامع الأسواق ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وحولي سحابك مركا أنت أغري فسمعت وقعة بقربي فإذا بحدأة طرحت كيسا أحمر فإذا فيه 80 دينارا وجوهرا ملفوفا في قطنة فأخذته فحمد الله سبحانه وتعالى أنت مركا من بلغت إذا وحكم غبي القب وب وحصل دعاء بعشان دفتنا محل ده إللي هو عروت إللي بكنا ندوري على ده ما دفتنا ولا ده زما دوا ها دوا عما هو ندوري وهذا هذا هذا كهو إللي بكنا تذكرته ندوري وياي أما دفتنا ولا ندوري كله هو أنا بعشان بلغت إذا وحكم كسي سجول فإذا بحلقة تندرح كيس كيس لم oo 80 dinar iyo dhammaanka qaaliga jawhar 80 wa jawhar ma fuu meel wax ku saa ugu laablaaban baan helayo intaan qaatay baan ilaahay inuu macbaceliyo balka waxa ilaahay baa ku simirka qofka adoon ilaahay adoon noqdo iyaka nacbuud hadii laga helo wuxuu ilaahay kula diyaar yahay kaalma ay ilaahay nastaciin baa ilaahay nastaciin iyaga nacbuud istaaanada ilaahay عوف بن المالك أما مالك من عوف لماذا هو هذا هاي مركب ويل كيس أي قب أي قبشان قالوا قفاشان محمد النبي عليه الصلاة والسلام مركب ويمد رسول أصلي إسلام تسيب أو رسول كله ويل كيجي قال أني بقى قفارت مركاس النبي وحده حد بدسا لا حول ولا قوة إلا بالله وعباده وي لا حول إله يكون عابدا إله يقول نوادا إله يقول توصلا لا حول ولا قوة إلا بالله هم نكمون درن عيدا نمونا سنن وحاسمية نمونا رمنا لا حول ولا قوة إلا بالله لأن النبي وحده السقال إيا السقاشا عذر بيد وقتا أيسره الهم والغم كومها سيمرتي أي تهي والولك والولك لا حول ولا قوة هذا بدسا أنت صنم بقى إلهي سبحانه وتعالى عذر مكاذب بالبادل هي ويل كي سلسلة كحلم أي سلسلة دي وحول بأمر إلهي بكس عنا يا سبحانه وتعالى شيء أول بوحوش غينا يا سلسلة دي أي إلهي أكفر يا سبحانه بقدرتي رتم يلتا جنبه يوصى قصة حلي يعني هجان كان صوت شدي حد يجيبه قصة غبطي بقول حالات ما صورها عليه meelaha kale aad bay ka dhigan boqol haladii baar qabkooda asagoo wata ayaa u yimid yacni hooyadii aabihii u yimid isla markiiba nabiga u yimaadeen ayagayna markaas waxa rasuulka ilaahay oo ilmahi markaa la xawla walaa quwwata markaan badanay ilaahay baa noos asagoo qaniimo wata oo boqol haladii baar qabkoodii wata ayaa waa kan rasuulka ilaahay isla markiiba ayaa asagoo meesha ka dhaqaaqay nabiga ayada quraanka ku soo dhigay wama yataqillaa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib ما هذا كم ليسنا هنن بلا إرساء ضمن ما أنت إرساء قد لقيه الولا يا أنت النمو نبى حد لا جاه له إلى حين إرساء قد هذا وحبي إلى جماعة أصحاب النبي يقول برهقعتين تنزل الأمطار وبرهقعتين تدور الرحى وبرهقعتين يأخذون أذون الأسد وبرهقعتين يمشون فوق البحر وبرهقعتين يشفى مريضهم وبرهقعتين يقضى جميع حوائجهم وحلا وحي بهذا بل برهق على أنت النمو بموجنا يانا إذا حزبه أمر فزعه إلى الصلاة أرن هذا كنت مع النبي يا أصحاب دي زمان حبيبي وأرن بحي صلاة أول دقائق يا صلاة إلما كان حرصنا صلاة تكو إلا إله إبا قول استعينوا بالصبر نخترك حسوسنا إنه ما أنت روح أمرك اللي قد سوى الدالة ما الهلبان جاي هرقيسة خلال الدالة نخاتلت هرقيسة
adisabaan u qaaday meel baa kalan u qaaday hindiyaan geeyey thailand baa ka soo waxeeyey meel walbana waa la soo maray culimaa allah bal wiilka igu tufa war marka hore culimaa allah ka bilow maxaad ka bilaabaysa marka ugu horeysa culimaa allah ka bilow horta faatixada ku aqri oo sadaqa la baxdaa uu mardaakum bisadaqa nabigu wuxuu dhihi jiray calayh xadiis yani walow yani lafdiga waxa laga sheegay laakiin macnaha saxiixka ah wuxuu nabigu dhihi jiray daawu mardaakum bisadaqa kuwiinna xanuunsanay sadaqada ku daweeye waxasinuu amwaalakum bizakaa maalkiinnana zakada dayda oga dhiga wastaqbiluu amwaaj albalaai biducaa balaayada hirka ee socotana duco kala hortaga ilaa balaaya inta kaa maqan tahay ruux inta adi kaa maqan tahay kaaba ku maqan tahay soo maa markaaba ducadaada qabanaysa waxa sida hadda maanta dowladaha qaarkood inay qubad bay samaysee hubka soo dhacaba waxba ka qabanhaya waxay la soo rida gantaal baa lagu guna gantaalka baa la qabanayaa baa lagu leh adiga waxaan masaa'il baa saa u dhacaysa caalamka masaa'ilkan haddaada wax ka horgeynin oo sadaqa aadan baxsanin oo salaamo badan aadan tukanin waxaan waxa lagu leh waxaa soo aroortay yacni hawada waxa waxay isku haysta oon malaynaysay musiibo soo dhaadhacday iyo camal wanaagsan oo ka hortagay hawadanu dagaal baa ka socda inagu wax ma ogin hadda fadhiganaan fadhin wax badan buu ilaahay noogu naxariisanaya wax badan buu ilaahay kugu naxariisanaya masaa'il ba ilaahay wax kugu dhici lahaa ilaa waxaa la yidhi qadarka ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha laa yuruddu lqadara ila ducaamale yacni qadarka ilaahay ma celiyo ilaa ducada mooyaan ducada qadarka ilaahay subxaana waxyaalaha marka xataa culimmadu waxay leeyihiin ajasha xataa lafteedu min mucallaqa ah iyo mid mu'ajalaha bay u qaybsantaa mu'ajala mid waa max waa mid la madaleeyo la dhaafi karayna iyo mid mucallaqo wax lagu xidhayo hadduu qofkani camalka saalix uu la yimaado kan ha laga boodsiiyo xagga ha loo boodsiiyo ayadda suuratu nuux ku jirta maxay ahayd wayuakhiruhum ilaa ajalin musama markii lasoo akhriya bal akhriya inna arsalna nuucan ilaa qowmi markii lasoo akhriya wayuakhiruhum maxaa u dabdhigaya ilaa ajalin musama ajashii la magacaabay oo maa maxay mucallaqadii baa laga boodsiin wey midba waxaa la dhanayaa hebel hee hadduu sadaqada iyo cibaadada sidaa ah ula yimaadana cumrigiisa sideetan ha laga dhigo hadduu camalkaa wanaagsan la iman waayena soddon ha ku laqmado wayuakhiruhum waamaaatafsiir lagi laa yuridu lqadara ila ducaa lugtood ka jabi lahayd il kaa dhici lahayd ilmahaago kaa waalan lahaa gaadi kula dhici lahaa musiibo kugu habsan lahayd gurigaago guban lahaa subxaana allah waxaasoo dhan bu ilaahay ducadii khayrku kaaga celinaya nabigu caliy maxaa ducada waxay dhihi jiray dadkii salafka ah markuu qof ducada aad kor u qaado ilaa qof markaad wax ka dooni baa le saddex baa loogu xishaa qofka markaad wax ka doonayso qofkan aad wax ka doonayso waa inuu yahay qariib qofku u dhow waa inuu yahay ama aad yani qariib qofku u dhow laba dabkaa dheer kuma dhexan tira bay tiraa soomaalidu haddana waa inuu qani yahay qof waxhaysta waa inuu yahayo hadduuna waxba haysanay laba qaadanaysa ma qaado soo maa sifada saddexaad ee ilaahay waa inuu kariim deeqsi yahay waa qariib uu kuu dhow yahay waana qani uu haya laakiin wax ma bixiyo maxba ka qaadaysa waxaa lihi saddexdaaba bini aadamka waa ku naaqis weye lagama wada helaba dhif baa looga helaa dhif laakiin ilaahay way ku dhammaystirantahay subxaana watacaala inuu qariib yahay ilaahay baa kuu sheegayo waidaa saalaka cibaadii waa addoonnimadii weyn waidaa saalaka cibaadii cannii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaani falyastajiibu li hadday addoommahaagu kaa weydiiyaan idaa saal cibaadii can fainii qariib waa dhowa xataa nabiga lama odhan faqul dheh qariib waa inuu waa maan idiin dhawaada waa maan idinla joogaa bicilmihi wa biqudratii ujiibu dacwata daaci idaa dacaan mid ka ibaryahaya baryadiisana waan aqbalahaya falyastajiibu lii waliyuminuu bi istijaabaha la yimaadaano waladiina istajaabuu lirabbihim waaqaamuu salaad weye cibaadaha laga helo weye anigana hay rumeeyaan amaa xalla almashaakil iyo qadaa alxawaaij dhibka haysta inaan ka dulqaado dheeftay doonayaan ma aan siiya taasi waa calaya baa ilaahay gula anaga aya ilaahay baa ku hayo subxaana watacaala marka kayfa akuuna cabdalilah waa qaciid cajiiba weye walaalayaa marka qofkii haddana inuu qani yahayna ilaahay baase sheegay wallahu lganiyu waantum lfuqara ilaahay baa qani idinkuna fuqarate wuu hayaa inuu bixiyana isagaa sheegayo bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa gamcaha ilaahay waxay u fidsan yihiin habeen iyo maalinba laylan nahaar inuu ilaahay wax bixiyo subxaana watacaala
إمسوا إلهي عافمات بحنايا إمسوا إلهي إرساقات بحنايا إمسوا إلهي أمن بحنايا إمسوا إلهي عقل بحنايا إمسوا إلهي علم بحنايا إمسوا إلهي شرف بحنايا إمسوا إلهي مقع بحنايا ليل النهار إلهي سبحانه وتعالى وحوين همين والباء إلهي مركز ثلث الليل أيتهاي أيو سودك هيا نزولا يليق به نزول إنه وإنه نقرن هنا مركز أمنا يا هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب فأتوب عليه يا وحي ويدي سنة يا هل من سائل هل من يا دنبي قلو دنبي كان أفا يا توبة الرمان توبة كاف بلا إله رمان وهو الذي يقبل توبة عن عباده هذا سكجف تكوار أمرك إلهي يقولها هل من سائل فراش كأن حنت تاسكن نبتوه ثم رأي أبو عليسون ولله إلا كل هذا هل من سائل رقي وانا سنة وحبي قل أنت سوك عام إلهنا نحن السائلون إلهنا نحن المستغفرون إلهنا نحن التائبون إلهي وانك وحكو ويدي سنين إلهي وانك دم الله فكو ويدي سنين إلهي وانك كوتو بكين إلا نقع الله مدبا وحا ليني مركو مركو غردد اسكر الهبينك ام بو خدي جره انا مونك مكه حي سامر انا ام بوله مركي دمالين ورنيه انا ام بعدها واكو سيده مركاس ام الهي بالا هل من سائلينو انا لا الله هي المركه مر وان كي الهي مكي كرب لكن بالان ام باسكو انا يا انا ام بوله مركي الهي هذا سنه بو ويد الهي واكو سينايا ها nin orama wuxuu yiri ilaahayow ilaahay buu baray oramadu sida masaarido kale way rabbiga ilaahay ku bariya wuxuu yiri ya rabbi makaankii 99 ka dhanne wal baru baani ilaahay buu magacyaalkaagu waa 99 kiiba caa waxa kugu waydiistay horta isma dhaqaana miya ii dibdo waa dhaqaanaa sano ku aqaana ma way miray mu ku diidaya ya ilaahay ku diidi maayo nin masaariha multazama ku dhigay multazamada باب ملتزم صلى الله عليه وسلم حتى الله اللي بيعمل لها مركو كل نبي بوحي لله يقول يا ربي أنا عارف وأنت عارف أنا عارف وأنت عارف ومش داعي كلام كثير إله يقول نبكى نبكى يا هيستا أنا وأنا قرنا يا أبو أنا وأنا قرنا هذا البدر ما أنت الله ما بعمل يدي سو إله يقصين ماي يا ما هي مركة خاركود يعني إله بعد الله وإلى حاحية سبحان الله وإله دعاء كل عزة marka nabi muuse in badan uu ku dhaxdadaalay fir'aawn ee wax walba uu sheegay wax walba uu sheegay markii dambe ilaahay baa wacala calay wuxuu ilaahay uu guuri innaka atayta fir'aawna wa malahu zinatan wa mal wa amwal rabbana li yudillu an sabilika rabbana dmis ala amwali waqtil ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al adhab al alim du'a ajeeb ilaahay uu guuri adiga xoolaha iyo dhaqaalaha iyo madaxtooyada siinikan oo waxa asaga diintaad inuu ku burburiyo la yudillu an sabilika waxna waa iraadadaada weeye ilaahay yagu maanta ninkaas fir'aawn gaal ku dhalay ee maskaxda ka jira ee diktatooriga rabbana dmis ala maale horta dhaqaalaha ilaahay ka burburiyo washtib ala qalbiga ilaahay ka xib hanuun waa lagu hanuun aan ku kari waaye qalbigiisana ilaahay u xib oo ilaa cadaab uu ka arko ilaahayna ku rumaynimba waa marka uu leeyahay aamantu annahu laa ilaaha illa alladhi amara bihi waxba u taraysa marka fir'aawn baa wuxuu ku leeyahay ana min maanta laga bilaabo muslim baana deemaa laga yeelaya لغير ما مرك عم بيضو دعاء ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وظنوا أن ذهبا مغادما فظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم هذا أفضل وأفضل أفقع الفرطة ربي ربي قاوك وأفضل إياه دياو ديار افغان فرت وين تخيل لا اله يا ربي يا وين ادا عباد الله ما هو عكسه ادون نقنيس وحيالها الدعاء مخل عباد الله الدعاء هو ما هو ادون نمد دوخيدي وي الدعاء هو العباد الله لا دعاء دعاء يدا بالعباده ولبا حضرك ينيغا كلا باهنا مركا غعمه كرو قاده صدح مدفله اما اجابه وحد الهي ويديسه لفته انه كسير واما دفع البلاء بلا يكو سو سوت الى حين وكاغه خليه واما ذخر الاخر الى حين واخر كيد كو غدغ فلا يعدم العطاء والله الى حين وعبد الله جوا الى حين لا جماعه وين يشهد الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ها ما
مركو قفكو ولا ليال أدون لماذا وحان النبي قلنا محمد عليه السلام جمع الأمة على شيئين لبضع النبي أمد كل من المركز أن يكونوا عباد دل لله ودعاة إلى الله دفقات كوبر هدو تاجري هاي هدو فقيري هاي هدو مضحي هاي هدو عاقلي هاي هدو بيلداجي هاي وحلا وحد دوني بهو نبي عليه السلام لبضع صف أمد إلا قواهنا أن يكون عبدا لله وأن يكون داعي إلى الله لبضع صف أمرك اللي حلنا قادة الأمم بين نهضة مضع النبي عبالي وحلا بدي صف هو ونيد ببطا والله بدأ صفة النبي قم مال انتين من مكوشة غنجرة ومحل النبي محل يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر ما انت إله بوينين يا مخلوق لا يو إله يسمع تكبير الله وتصغير ما سوى الله إله إلا وين يا إله من حكسه أمنا الله يري لأن الدعوة هو محمل والنفي المخلوق وإثبات الخالق مخلوق إن ما أنا أتسكسرته خالق أنا أتسكته دعوة من المال والأسباب إلى الإيمان والأعمال الصالحة مالك يا أسبابتنا ضدك وغيره وإيمانك يا عملك صالح يا دون ماذا أتكحله دعوة من حياة الدنيا إلى حياة الأخروية نرشنا الدنيا ضدك وغب أغضر ونرش آخر ضدك وغب أغضر دعوة من حياة الأغيار إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نرش أغيارته هي ضدك كلام نرش هذا وغيره أو نرش النبي محمد عبدالله محيلا نرش النبي محمد محبوبا عند الله إلى أنت سيئة لقج عليها دعوة من جهد المجهودات من المجهودات إلى جهد الرسول صلى الله عليه وسلم دذالذا كلام من من ضدك هذا وغب أغضر أو دذلك النبي محمد وغب أغضر هذا هو العبادة أظن ماذا نبتي ومن داوي والنبي ضدك ومن إلى إله هو الدوم كيف يعني أنجو سين الدوم النهضة وما الدوم من إله الدوم أقول نهضة يعني قفك وام الدوم ماذا وحي كيسان إسا كاستمر كإله هنا البديس كاستمر كإله هنا البديس وام حي كاستمر كوام حي يعني ضدك إلهي أدوغو نبي محمد عليه السلام عمار أمتي ما بين 60 و70 أمت إذا عمره قادم النبي وأنت نحن نتضواتنا بحيس نحن نتضواتنا سناء يا سيديتا وقل من جاوزها بقلب إسكندر محاد مكا وقت ما هي ستيدي سوء عبادة إنا تبوب تدمع أو عبادة وام حي وحان كد ذالها يا إله وإنا دهر دعاوة قوان كاسن قارنا إن شاء الله أنا قلوا هذه توبة أنا قلنا إياه أنا قلوا الزكاة عن بحينا إياه زكاة كلها بحينا إياه تمنى ما وكرين إذا كنا بحيان ما كنت ذلك أنا أقول إله صلاة أنت كنا يا كن هنا سبب أقول نغض أو هل صلاة يقول بالميسة أكون كيجة وأنا بقول صلاة يقول نعم بقول قفلوا يا حج كان تجيا ومضوا نسيت حج كنت تجله دين تام برنا يا بقول الله الجهلها سي جهل الأوجب بحيل هذا ما كنت ذلك يا بر الوالدين باسمين يا بقول الله عاقها سيد أيامنا بر الوالدين أقول نغض الله أيام ما كنت ذلك يا عروت إذا تربينا يا كوي كلية ما هي درس كون عروت الله سوء تربية من هاي ما كنت ذا ليا كاستمر وقت جا يربى بابا ياوي وقت في عن هذا ضربته ونفي عن هذا ضربته وقت يسيبه ما في عن قريه قفحنا هذا ضربتنا وقت يسيبه ما في عن قريه نعمة تاني مقبول فيما كثير من الناس الصحة والفراغ لما جانس بعمل ورمان ضدك وكوكا تسويه وعافماتك يا جانس كوي جانس شانس كأنه كنت قفت الدلال وعرفت وحيت رها الوقت لا يقدر بثمن وقت قال العقبة لما سيسنكر وقت العقبة لما سيسنكر طيب اسمان وانا قلنا بل اسكده العقبة لما سيسنكر مركا كستمر كإلهي ما بدنه عبادة ما لنتي وام حي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلهي ندوين يسو إلهي هذا ما انتوي إلهي بدا ما انت إلهي بجعل والله إله أمانته وجهد إله أمانته سبحان الله الله أكبر أنت إلا كبيرها كجعلان هيا عملك إلهي وجعل هوا محل يعني وحوية ضدك إلا إلهي جعلي سيسوي من عاسبة إلهي وسوع لسه من جاهلة بدين تبرتي من ذليلة بعزيز نغضي من تارك الصلاة بصلاة بالله من الحج كتقين بحج كتقين قف إلهي كدضي ودين تيسا كدضي ودين دينها إلا سوع لسه إلهي وجعل هيا من رد لي شاردا كتبته عندي جهبذا ومن كتبته عندي جهبذا فلن يعذبه أبدا معنى الحديث القدسي أو كما قال نك يقف على الرئيس العليا أكثر إذا سيد باك يقر جهبذا نك أكثر إذا سيد كيقرنا ضد بوع ذلك ما يبقى إلى هيا بك ضدكنا عبادة ما لنتوا معك وضدك إلهينا وكحل نوي مضح ذا إلهي كحل
تجارتها إلهي كحلي فقرها إلهي كحلي دمرك إلهي كحلي لحلها إلهي كحلي لحليدا إلهي كحلي درولينتا إلهي كحلي كوقات كعلمة إلهي كحلي قمية لنستاه إلهي كحلي سياسة سيد حلف كريمة إلهي كحلي قيل واحد كينا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك دينت وقول يا فعل أيضا قول يا فعل بك تسنى سامركا قول قول كوا يعني فعل كوا معي قم هرت استاقوي إنا هو الاستاقنا ويا نبي قال الله الأمر يا إنا هو رواه جثة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يا أيها المدثر قم أنا قال غير منا استاقتوا فعل هم الدين تو استاقسا إن مساجد الله مساجد استاقسا إن مدارس الله مساجد استاقسا عقيدة وراثة أمضى إن لها هرب استاقسا عبادة وراثة إن لها هرب استاقسا معاملة وراثة إن لها هرب استاقسا معاشرة وراثة إن لها هرب استاقسا أخلاق أمضى إن لها هرب استاقسا الأخوة والمحبة ولا نمو يا ولا إن دتك لها هرب استاقسا إلا إله إلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مؤمنين توا ولا ليه ولا ليه إن لحد إن هشيس لقى أو هل واحد يسكون لين هيا قبيلة دمشق كسارة أو قات دمشق كسارة أو قفلة دمشق كسارة وأنا نيد دمشق كسارة أو واحد ومد يسكون دري هيا كل حق هذا وصمالي ما أنت وأنا ركينا ميدك تنا قريب بيق ميدك تنا قريب بقوة بلح تنا قاد بقوة أفكار قيق بقوة قلب تنا قبيلة بقوة قبلي يقتم الدين وسوق لبحوتين الديار بوية إنا لله وإنا راجعون. مركزه وحلاه كوت تلين ماي وعي تلين ميزي وهو ذا تشن منه وإذا تشن ميزي وبرد مسؤول إذا جرينا. مركز قفكم منه أضون إله إنه سبحانه وتعالى أضون إله إنه المغضوان عن عبادة مالتنا دراه أمانته. قف بذلك إذا أمانته من ضدك وحوا أغرنا يا هذا كلب هذا خنزير هذا كنوا كلب كنوا رمح وروح بيل كيف أكون شرب بقوله بيل كيف هذا إله أمانته ورزق إله أتكشى ونعمة إله أتكشى جيسو إله ما بيل بقوة هي بيد بارك إسا وشالة 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 بربرة بربرة يعني بروح وح قبل الله يبو ضد في جو قبل هذا على صوف ولا بقوله ورمح ما قيل هذا ترى بربرة بربرة ما هيرك أكون بيشان بقوله يا سما ها أنت هذا بيل كيف أكون شرب إله هذا أمانته كور نمر واقع ورمك ما دخل الله أمانه مدخل مركي الأمانة العقب بحنشرة مركي نمان باسي سواء رسطوة وحينا نين أميرها مركي خليفة عن سواء أمانة العقب هاي نسي مركي هاسي أيوغا دي ويسوي اللي بنين مدخل الله تقوتك هاينا وادقرنا سي ويسوي اللي بستين دارك في عمل يا عمل يا ويسوي اللي فيها أيوغا السعودة نين بير الله ويسان إسكاه إسكاه ويسيا أي سواء مرينا برحق هذا سعودة أميركا كو سعودة وخليفك وان سواء أمانة العقب ما تخاذنا هنا استقروا إسكاس ونحرا مركي لو تغي بود خليف كي بايالو وخدو ورنكن سدان ايدي كاي كميد كان اي بساسن اي وكم وقت الحيتا اسقي بفرت تاغ اسقي بها وخيي رايت القوم شدوا رحالهم الى بحر الى بحر كطامي فاتيت بجرتي وحنا ركيب الضدكي ان ضيق ضادنا ان مان هنا خليفه قصو قصو غاغاب سد دين دسكور او صعب أنا من ويسين إن الله صار عدل ودين دقلا ما كل صعبة وهذا العجيب وقها الله يملؤها ذهب من بوله ويسين هو طولاتك ذهب اللي ببعي ذهب اللي ببعي وأما أنت بقول على بلوف برسات مر الله مركو دبده بحيبة مع عسكر الملك نكي خليفك إلى الله هي إن ماكي جيش بعيدا كي أيوة ذا قيبي مد بصار دول نكتو سرح روح الله واحد سيس خليفة نكي هو قيبي والله يلا ورمح له قيبي سيد يا خليفة يا أمير المؤمنين يجود الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود وحريه المشرفكو ما القرآن يكون دقيقة أنقذنا واحد كون دقيقين بأن كسي دقيقة نامي إملأوها أحد عشر مرة من كوية تمجر وزيها لو بعيد وداع ورمحوكوها للنكازي وعزونا وربق الله ما نبع معقلوها لإله الله ما نمحلوها لي رذيه سألوها لي جنة لوها لي إرساق الله نسيب بتكوها ليس عافية بتكوها ليس مركب ما أنت إله إنه ما نيا وضياء وضد كإله كسر خروجك واحد بحل يقوله هي دعوة كشغ واحد لما وواحد إنه وواحد إنه ضد كفار بحمله حزب بعض اللي يقوله هذا صلاة هذا تكتر من حزب بعض بدن إيسا وش هيك ده ما إخوان بعض بدن إيسا ما سلف بعض بدن إيسا ما تبليغ بعض بدن إيسا ما سوفي بعض بدن إيسا ما سواحاتها هو صمكم من مسلمين تكمدوا أمر الله قادم بعده وش هيك ده مرك اللي يقولها الدعوة كشغالة أمر إله إنك غادنا إزاي كوح بدل أبو ملك فرملة فهمة والله كوح بدل ما كوح بدل 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 معاه قوة طبعا وحوكيه اللي ما إله أنتزي
magacyada waa magacyo dad waxay wax run baa bixiyay wax bixiyayna garan maayo waa magacyo iska baxay wey marka qofku marka inuu walaalayaal adoon ilaahay maqlawaan maxay adoonnimada nabi maxamed maalintii dadku ilaahay ku xidhay habeenkiina maxay ahayd yaa ayuha almuzammil qum al-layla illa qalila bal labada sifaad laga helay ka waran maalintii waxaan leedahay yaa abdi rabbak يا عبد أدونه ربك غفور ربك الرحيم ربك كريم ربك حليم وربك وغفور وربك ودم دافع وربك ومحي ربك قصون قصون نفو همين كينا وحرانسا يا ربي عبدك إله أدون كان مسكين كان الله الله ما أنتو دم الله الله واسيد النوع عوي أنو وحبا ما هي وحبا ما هنو نكرو هنو كاذيك هيا إله هيا أدون كان ما أنتو الله الله والله بضع مركز شوان محب بكو رب الله بضع نكا وحالي نكا ninka dilalkii ninka lacagta hayay ninka alaabta hayay mustasa asalna halka waxa ka dhax qaata halkii kii lacagta hayay soo qaaday kii dhulka hayay baan sukeen $2,000 3 kuba maanta ugu laha 29,000 baan dilalka helay maadaa uu sheegay 29,000 adigu maxaa weeyaa maxaa jira labadan baa soo saar halka aniga caawa waxa laga rabaa khaliq iyo makhluuq istus halkaana shaxad hidaaya ka dhax qaada adigu inta yaa diyaar halkaan baa lagu raayay baadum halka wax kala maxmuud مخلوقي محل سيسيسا مخلوق خالقي تسمى أبوه خالق وكحل أبوه دلال نخو دلال تذكر مركة دوب كوحة الله عدى قميص الله عدى دلالين بالله توفيق الله أنا وافتي لكن البدو أردنا ما مركة مالين تينا دادك الله كوير الله هذا همين كينا إله إله هذا الوي مركة ماشي أقصى المقنع نحن دادكو أفر بيوقع سنة عابد مستعين إيا غير عابد وغير مستعين وامحل وقارن الوي إله من العابدان من كالميستان سوزاز ما وحكى لنا المسيحين ننا وحمل هو عابد غير المستعين عابد ويا لكن إله ما تلصات وحنا كنا جيا وحنا كنا جيا هاي وحنا الأولى وحنا كسر الباب الأولى يعني نبى وحنا وهشين هيا نبى جنع سو هشين نبى العق وهشين نبى أر وهشين نبى مول وهشين نبى حوارد وهشين نبى دبد وجر وهشين نبى سياسة ديش وهشين نبى علم ليس وهشين إنجنير بان هاي وهشين دكتور بان هاي وهشين تاجر بان هاي وهشين رهيب بان هاي وهشين عيدا بو وهشين يعني هو عابد ويا لكن تلا صارت كل كم مقا وروح حاصل إسكاجو يعني ما لنت قيامها يعني وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزة فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتساءلون وحلا وحد كل حد نيضا من ما ننتقي أما حركها وقاهية حرق إلهي مكوس علي حدادا إياك أن نستعين هذا قبزنا حركها كورونا وكوكو أهيان عابد غير المستعين لك أمر رب وضدكو سي ما أنتم بذيهوي ننوى مستعين غير عابد وي إلهي نسفت على سارة قالت كل حد إلهي نمع عابده كان هرام أدامنا وأكو جات مالها فمية وكلا يانا أبدا أنا ما أحنا كان توفيق الله وفق وحول مد مد ما مر بان كو قلا كو تقولين اللي مال تيجي هاي لو مال بان جات كهذا يعني أنا قاعد شغلة دولة متكلم كه والله سعده والخبر بقى نقد بي آمي ورا نمد دعين جهنم بقى نقد آمي ورهاي نمد دعينه برات اللي جيس آمي شه وقافل وقافل ومستعين ما ما بحال ما سوى ما زي هاي توفيق الله نور صلوا على رسول الله مرك ولا ليا أن إنه إنه النقض رسول كان يسمع ربنا كده سبب أنت بالقعان تاعي رسول كان يكون ده ترفتا هذا بدل جيس كان عبدا لله وكان داعيا إلى الله وكان رحمة للعالمين عبد الله يبوها داعي إلى الله يبوها رحمة للعالمين عالم كلهم بالرحمة دوها إن نقول الله بضع صفات ده إنه إله نحن نستفيد إنك فائدين هنا ونفيد الآخرين تتكلم ونفائدين هنا ونكون محبودين من عند الله إليه أكتي سنك وكأن ما ننو شرف لبين المفال هنا تأنت يا وديار إن شاء الله الله هنا وافتي الله هنا وافتي شيخ والله هذا نسمي تبليغ تشغيل لقوة إسلام عادل لقوة إيه يا وديار سوديار من إن شاء الله واني يسن هنا الله من بركي خروج دير باقصة وغني شور نور طويلة الشيخ أفر بلودس عن الشيخ عبد الشيخ على الزوفي حواش أمريكا الله يزين دون إن شاء الله نقول بدن بالله سوام مري ما نيت رحية تودوك تين الشيخ حتى أمريكا وركس ودك تضبع شو قصة تلاجلا تضبع الشكلية أيو قصة تلاجلا تضبع عش أمريكا يقول ده مهتم مركي أمريكا ولا ما ذن هذا طلب دينه مفهوم من كمر الباب هي دينه بعمر مخنس أصحاب الشيخ عبد الوهاب بروحوا لها إكسال سات مهينة جار مهينة شلة مقصدنا هي مقصد الله كسر راسنا نيكولو نود وابزنا هي هدي جورج جبنا هي وقت لأن دينت وقت كلي على مرة وقت دينت وقت كأنه نمر ما ينادي جورج جبنا هي هدا تراها
gurigii 10 daqiiqo baan baxteenay oo 10 daqiiqo ku baxteen way 10 daqiiqo dhaqaaqa dhamaato waan soo noqon ma waxba baxteen baadalka caalamka maanta ka jira caadi ma waxay dadaalka maanta jira waa inaan nin walba horta ogaatin nin walba waa inaan ogaatin anna albaatila baatilun walaw ittaba'ahu jami'u an-nas wa anna al-haqqa haqqun walaw tarakahu jami'u an-nas wa anna al-harama yabqa haraman walaw fa'alahu jami'u an-nas وأن الحلال يبقى حلالاً ولو تركه جميع الناس وحس بدلها لما لها ما أنت بعد العالم دجرة وحبا بعد القوقن وي حق قوقن بأسر من ربها هي رتي حداد عالم مسجاها في قوة جلسة وحبا كتر هي بعد ما أنت جرة دلال بدل بوبا هي تيار بوبا هي عن عادة هي مركا شيخ مغارنة هرقيساء ويقول دلالة سفي عن الله وسهل له وي الحمد لله وقتين وما يعني الملاحظي ما شاء الله سيء عن عادة هي استقبال لا مثيل له تجارتي يعني الشركات هي كلا دونا تلكم يدي وحول بلنا يعني نوعية طبقات كدت كيكم نيد ولا صدق قولوا نبي بعض يشوف هذا وجود دلالة هي مركو يعني ددوينها هي صدق كلا ما ددوينها ولا مع ملح ليس وتا هي معلمين تا هي قراءة أجبوا أيضا وجود دلالة هي هي صدق كلا دمر كنا ما نبي أيضا إلى هاي من بورا ما إلى يعني مركز البربرية برعانة وكتب مركز دمار الاجتماع كهر أيو ديب الله أبتايا أنا شيخ نوري الله سعني ما قال إن تجيجين هذا بوجد ذلك لحد هذا وذا لا فرب بضن ضد بضن ودعوة لي ما أسوأ مركز ذلك الدعوة لي جعلان بالوجس جعلان القرآن كي بالوجس جعلان يعني شقاء ضدك كم ما قام بمر البشر وكبر رجينه مركز تجيجين الله قال ما ذين وتدع دار جيت كدار ما مركز القاضي magalada madaxa waxa la siin maray qabri bayax dad aad u fara badan kasoo dhaweeyeen konton gaari wax ka badan shaakh lagu qaadalay dad badan baa ku toobad keenay dad badan baa ku hanoonay khayr badan baa ka dhacay dad badan baa baraarugay hadana araarsa la tagay magalada madaxa umar la tagay magalada madaxa dhagax buur baa laga galay dhagax buur la ma seen lahu maalihi tifaaxa maashi shaakh madrasada oo ka bilaabay madarista oo ka bilaabay dadkii oo wax baray shaakh al-sufi إلا مركز دم يعني يا ماشى يدنا الجواب أهب ما قال هذا الله رفتي إله سبحانه مراكز فربنا يوحى بنا بع شيخ حسام إله وقول لي وطلع نار ماشى لفروق هي ما حلقة على سين مر بقال هذا الله بحش برقطك هي النمس هي ده جواب دم بنا بحلقة أنا كدي أرجع ربي إلا شيء جوش لقته جو جلديد هي بحش كلا شيء ريج على سين مر حلقة قبضها لقى مر ورنير iyo yuub halka laga galo guday marka hadana la tago oo soo dhaweyn farbada intaas oo dadku meelaha markood 200 gaadhi 300 gaadhi ee konton gaadhi baas lagu soo dhaweynay halka hadana dhagax buur dib loogu soo laabto meelaha abtii ee degan oo la dhaho dhagax madow iyo sasamani iyo sibi iyo sulul iyo sagag iyo salaxaad oo la sagay toofiq walaalaha waafajiyo halka marka laga soo galo fiiq la soo galo fiiqna xidinkii baa fadhiyaba oo sheekh aabihi inta badan rag waaweyn oo doonayaan 100 sano iyo 80 sano iyo 90 sano oo meesha ugu weyn oo ku aasan yahay dad badan baa halkaan diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u diyaar garoobay meel cabasho la dhaan nimada marka iyadana aad meel quraan u badan ahaydo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka uu dhigay quraanka iyo noociisa ah yaani sheekhu ka yaabay in xataa waxa keenaya urta naqaadna keenaa laga yaaba kadib magaalada Baabil la horumadii oo deesh nimad cun gaadhayba sida istiqbaalka ay sameeyeen iyo rag iyo dumar hadda maalinta waxa halka jira baabalka ay qabta la baabalka gaalada halka ay ku waato waa furahi naarta way jahannam ay ku furta Allahu Akbar baleela Allahu Akbar maxaa la leeyahay la yiriyo tii muslimiintaas kaga daynayaa bayte waa la wada marqaamay waxa saa madaxdi wixii oo dhan kadib marka hadana laba magaalo aad isu laysa oo dadku aad maqashaan oo tilu guuladi jinacsan la dhaho niman halka yaacne jaarsiya gari ama iska dhahab hadii wax ilaa qabyaalada xun ee qabiilku dhimanahay ya halka markii la tagay aan loogu duceeyay maalin walba laba ruux saddex ruux shan ruux ma iska dilayeen laakiin alxamdulillaah hadda bil kadso bil ba ka soo wareegtay hal ruux iska gama dhimaan kullu wala toobad keenay marka halka maalkii dambe her baa la tago maashi aabihi oo madrasada koobaad ka bilaabay dad badan oo adariyinaha oo waxbaray ay jirto har baa diradir dhaba la tagay reedir dhabo sheekh baa dacwadu wax ka qoray dacwadu aad u radin jiray culimadu waa weyn ka mid ah reedir dhaba ma waan aqaanay bayaanka sheekhu dhageystay dhammaan bin sa'ala qasadi culimada dhan baa la jinciyay markaas uu ka dhaxsaaga wuxuu yiri awl hore si kalaan u haystay buuliyo anigu oo diinta difaac baan islaan laakiin wixii aan ku taagnaa inuu xaq inuu baadil ahaa baan ogaaday maanta laga bilaabo daaci ila allahi baan ahay sheekhana waxaan ku codsanayaa buuli inuu shan leela noo raac meel ciise ay degaan wayo dhibaato ay ka meelaha ka jirto shan leela tagna markii dambe dad badan halkii uu ka duceeyay alxamdulillaah haddana waxaan ku soo lagu soo xiray
hargeysa baasha addis ababa ayaan tagnay oo abkay oromo iyo abkay uraal iyo abkay axmaar muslima yacni meeshaas magaaladaas insha allahu tacaala macqal alkufri baa ahayde inay isu bedesha la rajaynayo waqti kooban macqal alislaam meeshii muslimiinta awal hore wasaarat alawqaaf oo mayna ka diiwaan gashaneen xagga dowladda ka meesha rajaysgaraysnayd masaajidda addis ababa ku taallo dhanna wax kaari ka ah maxaa lahaa milya shahaada iyo yacni aqoonsi mayna lahayn waa un waxay ahayd almuslimuuna alcaayishiina fi ethoobiya muslimiinta ethoobiya ku nool laakiin hadda alxamdulilahi waa inay laba diinood dee diintooda waa baadin laba diinood inay ka jirto ayaa la ictiraafay markaas ilaahay dad badan baa halkaana ku soo hanuunay alxamdulilah markii dambena hargeysaan dib ugu soo noqonay dee markaskii iyo xaruntii wax laga hogaaminayay ahayd oo ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacaala meesha qur-aankaeeda iyo sheekhu aada uga yaabay iyo dadku say diinta dalabka ugu hayaan jibuuti baan markaa u raacneen iyo sheekh nuuri iyo markii dambe laba habeenba saddex habeenba jibuuti oo ciidankii oo dhan oo iyo janaaraladii iyo korneyladii wixii oo dhan ilaa 138 ciidanka ahaa ayaa 4 bilood isqortay ijtimaaca hargeysa ijtimaaca jibuuti ka bixi doonta markii dambena baddaa gallay oo markaas shalay aroortii ayuu sidaa ku dhaafay marka baahida waxa loo sheegay waa maxay innaguna insha allahu tacaala haddii la dhaqaaqo alxaraka fiiha baraka alrasul taxaraka wataxaraka saxaaba wasaxaaba taxarakuu faxayaatu lislaam alxaraka alxaraka fiiha baraka marba waxaan ku soo gabagabayn waxaan ku gabagabayn geel aada uga caba bulaala la dhaho waad maqasheen baa laga yaabana dadku isku wada dhex jiraane tawfiiqda allahna waafajiya yaa ku khuruuj ku baxna niman marka meesha waxaa jooga khuruujka aan maqli karinba aan arkayn markaasa waxaan nidhi shee maxaa u daliila bidcaateen waa iska socotaa war bidca ma ahee maxaa daliil aad u haysaan in la baxo khuruuj khuruuj baad ku leedihiin marka aayad baan soo akrinay waxaan ku nidhi ilaahay baa wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin linnaas waray waad khaldaysaa buuli kuntum khayra ummatin haddana waan ku celiyay linnaas war khalad baan akrinaysaa aayadda hagaaji bal waxaan fiiri iska socda markaasaan maxay tahay kuntum khayra ummatin ukhrijad wayaan buul see soo adiga ukhrija diindan maha baa ku wihi wallaahi hoos baad igu dhigtay bui iskama maana fiirininba kuntum khayra aniguna kasba nooga boodayay tawfiiqda allahna waafajiya kuntum khayra ummatin ukhrijad linnaas baa masjidu shuhadaa inoo ballana soo saa diyaarman insha allah allahna waafajiya ma jeceshahay barashada xifdiga qur-aanka kariimka fursad iyo jaanis aad ku barata ma weyday haddaba waxaan ku hayaa dugsi wakhti allaaliya wakhtiga jaanis hayso aad ka baranayso barashada xifdiga qur-aanka kariimka culumta shareecada islaamka waa madrasatul qur-aan online oo ay ku joogaan macalimiin aqoon u leh haddaba haddaad doonayso kala xidhiir taleefanka shaashada ee ka muuqda ballanteennu waa inaynu ka faa'iidaysano dugsigan madrasatul qur-aan online